وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله المطوع. مرحبا بك أستاذ عبد الله. وكما تعلم فقد أدرجت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عددا من الكيانات والشخصيات الإرهابية المرتبطة بقطر في القوائم الإرهابية، ومن أبرز هذه الشخصيات المدرجة في هذه القوائم عبد الرحمن النعيمي، والذي يعد أكبر ممول للجماعات الإرهابية من خلال التبرعات من داخل وخارج قطر. أستاذ عبد الله، هل تحدثنا أكثر حول هذه الشخصية؟ بالفعل حقيقة يعني عبد الرحمن النعيمي هو رجل وضع اسمه على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، والأمم المتحدة تقريبا في عام 2013. عبد الرحمن عمل على الدعم وتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية عديدة في المنطقة، خصوصا في سوريا للقاعدة، حيث أن اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية عبد الرحمن بتحويل أكثر من 1.5 مليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق، وأكثر من 375 ألف جنيه للقاعدة في سوريا. الخزانة الأمريكية وصفت عبد الرحمن بأنه أحد أبرز أعضاء القاعدة في المنطقة. أيضا دعمه لجماعة الشباب الصومالية، نعم، التابعة اللي هي أحد أفرع القاعدة، وأيضا في شبه الجزيرة العربية في اليمن. لكن دعنا نقف عند نقطة مهمة جدا. عبد الرحمن كان يعمل تحت مظلة الهيئات الأعمال الخيرية، يعني تضليل ومساهمة الحكومة القطرية في مساعدة عبد الرحمن في دعمه للإرهاب تحت مظلة الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل الحكومة القطرية. أيضا عبد الرحمن في فترة من الفترات عمل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم كي يسهم في تسهيل عملية الدعم الإرهابيين. أيضا خلال فترة من الفترات عبد الرحمن عمل على تأسيس مؤسسة الكرامة المتواجدة في جنيف، أيضا هذه للضغط على الحكومات الخليجية وضغط على بعض المؤسسات الأمنية في دول الخليج بإطلاق سراح أعضاء من القاعدة المعتقلين لدى هذه الحكومات. كلها مخططات إرهابية، نعم، واضحة من الحكومة القطرية عبر أشخاص من قطر. أيضا بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف إلى محاربة القاعدة في أفغانستان، عبد الرحمن سخر مزرعته واستراحة اللي موجودة في قطر في إيواء عدد كبير من المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أعضاء القاعدة، كانوا مصريين، كانوا من ليبيا، إن كانوا باكستانيين، وسهلت الحكومة القطرية على منحهم جوازات، وكانت الحكومة القطرية على علم من يقيم في هذه الاستراحة التابعة لعبد الرحمن. إذا نحن أمام يعني صراحة يعني عمل عظيم تقوم به قطر في دعمها للإرهاب وللإرهابيين، نعم، وإيواءها للإرهابيين. وهذا الاسم كان من أول الأسامي التي طرحت من الدول المقاطعة بوضعه على حد الإرهاب. بعد تقريبا أكثر من عامين أو 3 أعوام وضع اسمه على قائمة المطلوبين من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ عبد الله، في نظرك ما السبيل للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه قطر تجاه الدول التي تستهدفها؟ أخي العزيز، اليوم من بعد تقريبا أكثر من شهرين على المقاطعة القطرية لدول المقاطعة، تم تجفيف منابع الإرهاب حقيقة وتراجع كبير في العمليات الإرهابية في، نعم، الدول. وهذا ما نطلبه من المؤسسات الإعلامية مثلكم ومؤسسات أخرى بأن تعمل على رصد هذه الطفرة الجديدة التي يعني نقلت المنطقة والمناطق المتضررة من تخفيف العمل الإرهابي. نرى هناك تقدم كبير لقوات التحالف في اليمن، نرى هناك عودة وهدوء استراتيجي في العراق، أيضا في سوريا الأطراف المتنازعة في سوريا بدأت تجلس على طاولة المفاوضات،
نعم، عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، من دبي كان معنا الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.